الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان المعار مع مباراة متبقية لحساب الجولة الثانية لمرحلة الإياب لمجموعة التتويج في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. مباراة القمة كانت في ملعب حمد العقربي برادس انتظار الترجي الرياضي التونسي لحساب النجم الرياضي الساحلي 3-2. البداية كانت للنجم عن طريق راقي العواني في دقيقة 13، ثم عاد رودريغو رودريغيز البرازيلي للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 18. حسام مدين غشا أضاف الهدف الثاني للترجي في دقيقة 59. صالح البرهومي عدل للنجم الرياضي الساحلي في دقيقة 67. 2-2 الآن المباراة، وياسين مريح من ضربة جزاء سجل هدف الثالث للترجي الرياضي التونسي من ضربة جزاء كما قلنا في دقيقة 85. انتصار ثمين للترجي الرياضي التونسي عز به مركزه في الصدارة ويعمق الفارق عن ملاحقيه ب 17 نقطة في صدارة الترجي الرياضي التونسي الآن في مجموعة التتويج. الانتصار الرابع للترجي في مرحلة التتويج، في المقابل الهزيمة الثالثة للنجم الرياضي الساحلي في هذه المجموعة والهزيمة الأولى للمدرب خالد بن ساسي. يوم الجمعة كان المعرض مع الدفعة الأولى من المقابلات. بالنسبة لهذه الجولة، الاتحاد الرياضي المنصيري كان فاز على النادي الإفريقي 4-0، ورسمي البارح تم تعيين المدرب فوز البنزرتي على رأس الإدارة الفنية لفريق النادي الإفريقي. فوز البنزرتي يعود لتدريب السيار للمرة السادسة في تاريخه مع تعيين لطفي رويسي كمدرب مساعد للفريق. مباراة الثانية نهار الجمعة، تعادل 0-0 في ملعب الطيب لمهير بصفاقس بين النادي الرياضي الصفاقسي هو الملعب التونسي. ترتيب في مجموعة البلاي أوف بعد هذه الجولة، الترجي الرياضي التونسي في الصدارة برصيد 17 نقطة، المركز الثاني للاتحاد الرياضي المناسيري 12 نقطة، المركز الثالث للملعب التونسي 10 نقاط، المركز الرابع للنادي الرياضي الصفاقسي 9 نقاط، المركز الخامس للنجم الرياضي الساحلي عنده 8 نقاط، والمركز الأخير للنادي الإفريقي عنده 7 نقاط. الترجي الرياضي التونسي ينطلق اليوم في التحضيرات الجدية لمباراة ذهب الدور النهائي للشامبيونز ليج الأفريقية أمام الأهلي المصري، مباراة يوم السبت القادم 18 مايو الجاري في ملعب حمد العقربي بيرادس 8 متاع الليل بقيادة الحكم الجزائري مصطفى غربال والحكم الموريتاني دان بيدا في غرفة الفار. وفد الأهلي المصري يوصل تونس يوم الأربعاء القادم مع 6 متاع العشية قادم القاهرة على متن طائرة خاصة. في مجموعة تفادي النزول في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، البارح كان الموعد مع 3 مقابلات لحساب الجولة الثالثة لمرحلة الإياب في ملعب المرسى. المستقبل الرياضي بالمرسى فاز على النجم المتلاوي 0-1، هدف محمد العقوبي من ضربة جزاء في دقيقة 73. في مباراة هذه إقصاء مدرب نجم المتلاوي المدرب قيس اليعقوبي في ملعب عزيز جبلة بمنزل بورقيبة، الأولمبي البيجي فاز على اتحاد تتاوين 3-0. هدف المالي علي داس سيسوكو في دقيقة 11، أحمد العمري في دقيقة 27، ومحرز بالراجح في دقيقة 90+3. في المقابل في ملعب سوا مارس بن قردان، التعادل 1-1 بين اتحاد بن قردان والنادي الرياضي البنزرتي. البدايه كانت بنزرتيه عن طريق السنغالي ابراهيم سيسوكو في دقيقه 23، والتعديل لاتحاد بن قردان كان عن طريق نسيم سيود في دقيقه 56. في المقابل يوم الجمعة كان الموعد مع مباراة متقدمة لحساب هذه الجولة في ملعب قفص القوافل الرياضي بقفصة، كان فاز على مستقبل سليمان 0-0، هدف كان سجله جودس باور في دقيقة 24. ترتيب في مجموعة تفادي النزول بعد هذه الجولة، صدارة للنادي الرياضي البنزرتي عنده 22 نقطة، المركز الثاني للأولمبي الباجي 21 نقطة، مرتبة ثالثة اتحاد تتاوين 18 نقطة، المركز الرابع كل من القوافل الرياضية بقفصة واتحاد بن قردان كل فريق عنده 16 نقطة، المركز السادس لنجم المتلوي 15 نقطة، مركز السابع مستقبل مرسى 12 نقطة، والمركز الثامن لمستقبل سليمان عنده 9 نقاط. بطولة الرابطة المحترفة الثانية، البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من مقابلات الجولة 22. في المجموعة الأولى شبيبة العمران فاز على نادي حملنف 3-2، فوز ثمين بالنسبة للجياسو. جندوبة الرياضية
يعود بانتصار ثمين أيضا من ملعب وادي الليل أمام مستقبل وادي الليل هدف مقابل صفر. الصدارة لشبيبة العمران يبقى متصدر المجموعة برصيد 45 نقطة، فارق نقطة وحيدة المركز الثاني لجندوب الرياضية 44 نقطة، والبارح عملوا انتصارات زوز فرق شبيبة العمران وجندوب الرياضية. تنافس كبير بين شبيبة العمران وجندوب الرياضية من أجل الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. نادي القرب فاز على النجم الراسي هدف مقابل صفر. جمعية تريانة يعود بانتصار من مساكن أمام الهلال هدف مقابل صفر، والتعادل 2-2 بين الشبيب القيروانية وأمل حمام سوسة. في المجموعة الثانية تعادل صفر مقابل صفر بين هلال الشابة ونادي محيط قرقنة، والتعادل 2-2 بين أمل جربة وأولمبيك سيدي بوزيد. ترتيب في المجموعة الأولى، صدارة كما قلنا لشبيبة العمران 45 نقطة، المركز الثاني لجندوب الرياضية 44 نقطة، المركز الثالث أربعة فرق نادي حملة في نادي القربي أمل حمام سوسة وجمعية أريانا كل فريق عنده 32 نقطة. نلقاو في المركز الأخير المركز 11 مستقبل وادي الليل 19 نقطة، مركز 12 القلعة الرياضية 17 نقطة، والمركز الأخير لسبورتينج بنعروس 16 نقطة. ترتيب المجموعة الثانية، الصدارة المركز الأول الترجي الرياضي الجرجيسي 48 نقطة، المركز الثاني مستقبل جابس 46 نقطة، المركز الثالث للملعب الجابسي 32 نقطة، ونلقاه في المراكز الأخيرة مركب 11 أمل الرقبة 21 نقطة، مركز 12 الأولمبيك مدنين 17 نقطة، المركز الأخير لمستقبل الرجيش 10 نقاط. توقف البطولة هذا الأسبوع لفسح المجال لمقابلات الدورة الثمن النهائي لمسابقة كاس تونس. كل المقابلات مع مد ساعتين ونص يوم الجمعة الموعد مع الدفعة الأولى من المقابلات. القوافل الرياضية بقفصة يستضيف الملعب التونسي، نادي القربي يستضيف النادي الإفريقي، وأول مباراة مع النادي الإفريقي للمدرب الجديد فوزي البنزرتي مباراة كاس. نادي محيط قرقنة يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى، ويوم السبت الموعد مع مباراة وحيدة الأهلي صفاقسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي. يوم الأحد الموعد مع بقية المقابلات، الاتحاد الرياضي المنستير يستضيف مستقبل جابس، تقدم ساقية الداير يستضيف النادي الرياضي البنزرتي، سبورتينج بنعروس يستضيف شبيبة العمران، والأولمبي الباجي يستضيف فريق أمل جربة. في كرة السلة، ألف مبروك لفريق الاتحاد الرياضي المنصير اللي تأهل البارح لنهائيات البال المبرمجة في كيغالي رواندا. الاتحاد الرياضي المنصير اللي فاز البارح في مباراة الجولة الثالثة للإياب أمام فريق ريفيرز هوبرز النيجيري بنتيجة 73 مقابل 62. الريمونتادا بالنسبة للاتحاد الرياضي المنصير في هذه التصفيات في داكار السنغالية بعد الهزيمة في ثلاثة مقابلات الأولى، ثلاثة هزائم في مرحلة الذهاب. فاز في ثلاثة مقابلات الاتحاد الرياضي المنصيري في مقابلات الإياب، فاز على ديوان السنغال الجيش الرواندي، وكذلك البارح على ريفيرز هوبرز النيجيري. برافو لزملاء فراس لحياني، والاتحاد الرياضي المنصيري سيكون موجود في نهائيات البال في كيغالي. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي فاز البارح على فريق المكارم مكارم المهدية بنتيجة 35 مقابل 30 في قاعة المهدية في مباراة ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة النخبة. مباراة الإياب يوم الأربعاء القادم في قاعة الزواوي. نذكر أن النادي الإفريقي كان فاز في مباراة الذهاب على النجم الرياضي سهل بنتيجة 36 مقابل 27. قرينا البارح في مباراة ذهب الدور النهائي لكأس الكاف في المغرب في بركان، نهضة بركان المغربي فاز على الزمالك المصري هدفين مقابل هدف. نهضة بركان فريق المدرب التونسي معين الشعباني وبرشا توانسة البارح في المباراة هذه. معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، الزمالك المصري فريق الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وكذلك حمزة المثلوثي. البارح سيف الدين الجزيري هدف كان ذل الفارق بالنسبة للزمالك، والحكم حكم التونسي هيثم جيرات كان حكم الفار في هذه المباراة الكبيرة. نذكر 2-1 في هذه المباراة بالنسبة لنهضة بركان المغربي. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة الجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى